السلام عليكم. اليوم ان شاء الله راح اشرح لكم طريقة ربط الليمت سويتش على الماطور مال القلاب المركزي، وراح اربط لكم اياه على هذا المتحكم اللي هو ZL7918A. بالنسبة لهذا المتحكم طريقة ربطه وتنظيمه راح اخلي لكم الرابط مالتها بصندوق الوصف. بالبداية الفائدة من هذا الليمت سويتش انه هو اللي يقطع لي الدورة الكهربائية الواصلة الماطور القلاب حتى يتوقف عند ما يوصل الزاوية 45، حتى لا تكمل الفرة مالته وينقلب عند القلاب كله. وراح تكون واضح بالنسبة لكم ان شاء الله من اشرح لكم اياه بشكل عملي. خلينا نبلش نربط الماطور والليمت سويتش. بالنسبة للماطور القلاب، ماطور القلاب هو بيه 3 خطوط كهرباء. الخط اللي بالوسط هو البارد. البارد نربطه على المتحكم بمنفذ رقم 15 واللي مكتوب عليه كوم. مثل ما جاي تشوفون شباب. تمام، هسه بقى عندي خطين بالماطور، هو واحد يشغل لي على اليمنى وواحد يشغل لي اليسرى. راح اخذ الخط الاول واربطه على الليمت سويتش. بالنسبه للليمت سويتش اي نوع مول لهذا؟ هو بيه 3 منافذ. المنفذ الاول كوم، والمنفذ الثاني مكتوب عليه نو، والمنفذ الثالث مكتوب عليه ان سي. احنا هسه راح نربط الواير من الماطور على منفذ كوم بالليمت سويتش، يعني من منفذ كوم راح نوصل للماطور. تمام، هسه ربطنا منفذ كوم على الماطور. المنفذ الثاني اللي راح نحتاجه احنا هو الـ NC. راح اخذ منه واير من منفذ NC بالليمت سويتش اوصله للمتحكم منفذ 17 او 18. تمام شباب، هسه عندي ربطته بالـ NC وراح اوصله للمتحكم على منفذ 17 او 18. ماكو مشكلة، هو 17 و18، واحد يشغل لي يمنى وواحد يشغل لي يسرى. طبعا هو مو الا تشتغلون على هذا المتحكم، ممكن اي متحكم ثاني وممكن تايمر، ماكو مشكلة، بس المهم انا بدي اوضح لكم فكرة الليمت سويتش شنو فائدته وشلون نربطه. هسه خلصنا الليمت سويتش الاول، راح نربط الليمت سويتش الثاني على الخط الثاني مال الماطور، وبنفس الطريقة راح اوصله على منفذ الكوم بالليمت سويتش الثاني. تمام، هسه راح اخذ واير من منفذ الـ NC بالليمت سويتش الثاني واوصله للمنفذ 17 او 18 بالمتحكم. مثل ما قلت لكم ما يفرق اذا 17 اذا 18، المهم الخط واحد من الخطوط وصله على 17 مثلا والخط الثاني وصله على 18، حتى واحد يطني عاز يشتغل يمنى والثاني يطني عاز يشتغل يسرى. تمام، هسه الرباط على الـ NC راح اربطه على منفذ 18 بالمتحكم. خلصنا ربط السلم 3 سويتش على الماطور وعلى المتحكم. هسه راح اوصل الكهرباء واراويكم شنو الفائدة من الليمت سويتش. طبعا انا عدلت البرمجة مال المتحكم بحيث كل دقيقة يطني اعاز يحرك الماطور، فراح ننتظر دقيقة واحدة بس مجرد يطني اعاز حتى يتحرك الماطور.
تمام هسه مثل ما تشوفون اشتغل الضوء مال داون، معناها اشتغل الموتور عندي على الجهة بالاتجاه الاول. فخل اعتبر هسه انه القلاب بدا يصعد الرف مالته، وصل الحد النهائي، راح يضغط على الليمت سويتش مثل ما انا ضغطت، فراح يتوقف عندي الموتور مثل ما جاي تلاحظون. يعني هو الإيعاز مستمر، بس مجرد ما الرف مال القلاب راح يوصل للليمت سويتش راح يقطع الدورة الكهربائية على الموتور مثل ما جاي تشوفون. يعني هسه هو الضوء مشتغل ومتحكم بعد ناطي إيعاز للموتور، بس على افتراض انه الرف مال القلاب وصل الحد الأخير فضغط على الليمت سويتش فوقف، فتوقف بعد انتهى الموضوع إلى أن يخلص الإيعاز. خلاص راح انتظر الإيعاز الثاني مال الجهة الثانية، ومثل ما راح تلاحظون تمام هسه انطفى الضوء، يعني خلص هذا الإيعاز. راح انتظر دقيقة ثانية حتى يعطيني إيعاز يفر لي الموتور بالاتجاه المعاكس. تمام هسه اشتغل عندي الضوء مال الاتجاه الثاني وافتر الموتور بالاتجاه المعاكس. افترض انه هسه هو الموتور اتحرك من اقصى اليمين باتجاه اقصى اليسار، من راح يوصل لنهايته لاعلى نقطة بزاوية 45 راح يضغط على الليمت سويتش الثاني اللي موجود بالاتجاه الثاني من القلاب مثل ما انا راح اضغط هسه. بمجرد ما ضغطت انت لاحظت انه توقف الموتور، الإيعاز مستمر بس توقف الموتور بسبب شنو؟ انه انفصلت الدورة الكهربائية عندما انضغط على الليمت سويتش. مثل ما جاي تشوفون الى ان ينتهي الإيعاز يطفى الضوء بعد خلاص والموتور ما هيتحرك الى ان يجي إيعاز ثاني مال الجهة الثانية. تمام هسه انطفى الإيعاز. ان شاء الله يكون واضح بالنسبة لكم الشرح وفهمتوا شنو الفائدة من الليمت سويتش. على الأيام الجاية ان شاء الله راح انزل لكم فيديو اشرح لكم بطريقة عمل القلاب المركزي بشكل كامل وطريقة ربط الموتور والمكان الصحيح لوضع الليمت سويتش. اذا عجبكم الفيديو فادعمونا بلايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد، وشكرا للمتابعة.